بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الثانية في منهج المحاسبة القومية المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني. أنا الدكتورة هدى الشيخ. هنكمل بقى شرحنا للمحاسبة القومية. المحاضرة دي هنبتدي في الجزء العملي بعد ما خدنا المحاضرة اللي فاتت عرض نظري المفاهيم الخاصة بالمحاسبة القومية وطبيعتها ومفهومها. هناخد بقى أجزاء عملية مهمة نتكلم في المحاضرة دي على أول طريقة. هي هناك عدة طرق لقياس الناتج والدخل والإنفاق القومي. عندنا ثلاث طرق، في طريقة الناتج القومي، والطريقة الثانية اسمها طريقة الدخل القومي، والطريقة الثالثة اسمها طريقة الإنفاق القومي. كل طريقة احنا قلنا عليها تعريف ليها في المحاضرة السابقة. الجزء العملي في المحاضرة دي طريقة الناتج القومي، فيها بيتم تقييم الناتج القومي بسعر السوق، وهو السعر اللي بيدفعه المشتري النهائي للسلع والخدمات. خلي بالنا ان كلمة سعر السوق مقصود بيها هي القيمة السوقية الموجودة في السوق، المنتجات او السلع النهائية. والمفهوم ده مختلف تماما عن مفهوم القيمة العادلة مثلا، او مفهوم التكلفة الجارية، او المفاهيم الاخرى اللي بيتم بها التسعير مثلا، او تحديد قيمة الاسد بتاعي. في المحاسبة القومية بنركز على سعر السوق. طب الجزء بتاع طريقة الناتج القومي دي في المحاسبة القومية، في عدة طرق بتستخدم للوصول الى قيمة الناتج القومي. اهم طريقة هناخدها هي طريقة الناتج النهائي. وفي الطريقة دي وطبقا لها، فان مساهمة الوحدات الانتاجية في الناتج القومي تتكون من المعادلة التالية. مساهمة الوحدات الانتاجية في الناتج القومي تساوي مبيعات الوحدة الاخيرة زائد التغير في المخزون. دي المعادلة بتاعتنا، مبيعات الوحدة الاخيرة زائد التغير في المخزون، حيث التغير في المخزون ده ليه معادلة بنحسبه في المحاسبة القومية، مخزون اخر المدة ناقص مخزون اول المدة. يبقى التغير في المخزون يساوي مخزون اخر المدة ناقص مخزون اول المدة. في المحاسبة القومية كنا بنقول ان المخزون برضو على المستوى القومي بيتغير، وليه صفات خاصة، وليه احصائيات بنعملها عن طريق برامج احصائية مجهزة. واحنا طبعا كنا في المحاضرة الاولى بنتكلم ان المحاسبة القومية اصلا عبارة عن مجموعة من ثلاث علوم في بعض، علم الاحصاء وعلم الاقتصاد وعلم المحاسبة. وعلم الاحصاء ده بيبقى جوه برامج احصائية بالحاسب، وبتاخد يعني بيدخل فيها كم كبير من البيانات والمعلومات اللي بتطلع بخطوات يعني معينة. طبعا مش موضوعنا ان احنا نتكلم فيها او اجيب تمارين على هذه الجزئية، لان طبعا انا عارفة ان انتوا بتدرسوا مناهج للاحصاء والرياضة في التعليم المفتوح سواء مدمج او قديم، وان تركيزي ان شاء الله في محاضراتنا السنة دي او الترم ده على المحاسبة القومية وما يتطلب من تركيز على النواحي المحاسبية. وفي العرض واحنا بنتكلم نشير الى موضوع النواحي الاحصائية او النواحي الاقتصادية اللي بتقابلنا في الحالات العملية او في التمرين. يبقى الحل التمرين اللي خاص بطريقة الناتج القومي، هنتكلم على مبيعات الوحدة الاخيرة زائد التغير في المخزون اوصل منها الى مساهمة الوحدات الانتاجية في الناتج القومي. والتغير في المخزون ده بنقدر نجيبه عن طريق مخزون اخر المدة، معادلة مخزون اخر المدة ناقص مخزون اول المدة. بتقول ان مبيعات الوحدة الاخيرة 10,000. يبقى 10,000 زائد التغير في المخزون صفر،
زائد 5000 ناقص 4000 هيطلع ال 4000 السالب وهنا 5 موجب طلع الرقم 1000. اذا الانتاجيه في الناتج القومي هتساوي 10000 زائد 1000 هتساوي 11000. الطريقة الثانية طريقة الدخل القومي بيتم حساب صافي الدخل المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج دي خطوة أولى، ثم صافي الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج كما يلي. يبقى مرة دخل محلي مرة دخل قومي. احنا عندنا قائمة بنكتب فيها عوائد عوامل الإنتاج، أجور، إيجارات، فوائد، أرباح. الأربع عناصر دول مجموعهم بيديني صافي الدخل المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج. طبعا الأرقام زي ما اديهالك بمليون بالتريليون بالمليار بتكتب الرقم زي ما هو. التبسيط ده هدفه الفهم للطريقة. الواقع العملي بيكون أكثر صعوبة. الرقم بتاع الأجور ده أيا كان اللي هدولك في التمرين عمره ما بيكون بالبساطة دي هو رقم، ده هو بيعبر عن الأجور اللي موجودة على مستوى الأربع قطاعات في الدولة أو في المستوى القومي. الأربع قطاعات دول عندك قطاع أعمال وقطاع عائلي قطاع حكومي وقطاع عالم خارجي. بنجمع الأجور دي بطرق إحصائية معينة وبيستخدموا برامج عالية التقنية، بنوصل في النهاية لرقم واحد للأجور أقدر أعبر عنه في القائمة عشان أوصل للدخل بتاعي. بعد ما بنوصل لصافي الدخل المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج بنبقى عندنا جزئين. طبعا كل ده بديهولك معطيات في التمرين. بنجمع عليه دخول محققة للمواطنين، المواطنين دول اللي هم المقيمين اللي داخل الدولة، وبطرح منه أقول ناقص دخول محققة للأجانب غير المقيمين، وفي النهاية أوصل لحاجة اسمها صافي الدخل القومي وتكلفة عوامل الإنتاج. واحب اقول لكم واحنا ليه بنجمع دخول المواطنين، ما احنا بنتكلم على طريقه دخل قومي، فكل الدخول اللي بيحققها المواطنين من قطاع عائلي او قطاع اعمال او قطاع حكومي او عالم خارجي داخل نطاق الدوله فدول بيبقى دخل محقق وبجمعه. لكن لو انا عندي اجانب زي الاستشاريين والمستشارين اللي بيبقوا موجودين، زي المدربين لفريق الكوره، او استشاري في محكمه، او استشاري خاص باعمال اقتصاديه وبيكون اجنبي وغير مقيم صفته القانونيه، فالدخل اللي بيحصل عليه هو بياخده بيحوله لبلده. طيب احنا بنستفيد منهم ايه غير الاستشارات؟ ان الدخل اللي بياخدوه ده احنا بناخد منهم ضريبه على الدخل ده، وليها طريقه طبعا في الحساب، ده اللي بيوصل للدوله. اما بالنسبه لدخولهم لو حبيت احسب الدخل القومي لدولتي لبلدي ايا كان، لازم تطرح هذه الدخول عند حساب طريقه الدخل القومي الخاصه بالدوله. في النهايه بوصل لحاجه اسمها ايه بقى، صافي الدخل القومي بتكلفه. نشوف تمرين فيما يلي بعض البيانات المتعلقه بالاقتصاد القومي لاحد الدول. عندنا الاجور 800، احنا اتفقنا بقى انا كاتبه تحت اهو الارقام بالمليون، ما تحطيش بقى 6 صفار ولا اي الرقم زي ما هو 800، تتعامل معاه كما هو. الايجار 200، الفوائد 400، الارباح 600، الدخول المحقق للمواطنين المقيمين 100، والدخول المحقق للاجانب غير المقيمين 40. دلوقتي انا البيانات كلها جاهزه، يبقى المطلوب منك ايه؟ هتحسب لي ايه صافي الدخل المحلي بتكلفه عامل الانتاج وصافي الدخل القومي بتكلفه عامل الانتاج. طب ما احنا لسه قايلينهم، هم قايمه بجمع اربع عناصر اجور وايجار وفوائد وارباح وانا مديها لك مباشره، فبتجمعها بتوصل لصافي الدخل المحلي بتكلفه عامل الانتاج. تجمع عليها الدخول المحققه للمواطنين المقيمين، انا كاتبه 100، تكتب لي الارقام من فضلك زي ما هي، مش عايزه اصفار زياده، عايزاه ما اقول مليون مليار لكن تتعامل مع الرقم كما هو. وبنطرح منها الدخول المحققه للاجانب غير المقيمين. قايمه بقى ادي الاجور 800، الايجارات 200، الفوائد 400، الارباح 600، ولو جمعناهم على بعض هيديني صافي الدخل
المحل بتكلفة عوامل الإنتاج طلع 2000، هنا في صفر زيادة، هم 2000 زائد دخول محققة المواطنين المقيمين 100 ناقص دخول محققة الأجانب غير المقيمين 40، يبقى صافي الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج 2060. دي المحاضرة التانية.